احنا اخذكم الرحله ورحاله اخذ رحله مشيا على الاقدام من الرياض، عفوا من فيفا الى الرياض، وهذه الرحله يعني كان فيها تفاصيل جدا جميله، وكان فيها اكيد استرجاع لبعض الذكريات او حتى تحفيز لرساله مهمه جدا للمجتمع والاهتمام بالصحه. راح نرحب بضيفنا الرحاله من فيفا الى الرياض، اكيد الرحاله جبران. يا اهلا وسهلا فيك وحياك الله استاذ جبران الفيفي، حياك الله. مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا فيكم. يا هلا ومرحبا، نصبح عليك بكل خير وعلى اكيد اهلنا وحبايبنا في فيفا. في البدايه خليني اسالك عن هذه الرحله، متى بدات وايش كان الهدف من قيامك بهذه الرحله؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. بدايه تحيه للقناه الاولى بالتلفزيون السعودي وتحيه لكم طاقم برنامج صباح السعوديه. البدايه كانت فكره السير راجلا لأداء مناسك الحج من فيفا إلى مكة المكرمة، ونظرا لظروف العمل لم يتسنى لي أن أقوم بهذه الرحلة إلا بعد التقاعد. فبعد التقاعد صار عندنا وقت، لكن كان الحج السنة اللي فاتت بطريقة معينة، يعني ما يمديني أروح الحج. فقررنا أن احنا ننقل البرنامج للرياض. فيها قياس، تعرفون انتم انه احنا نقول هل نحن فعلا نشبه ابائنا في العزيمه والاصرار؟ ابائنا واجدادنا كانوا يمشون مسافات، يحجون، يروحون في القوافل الى الشام والى اماكن بعيده. فهل نحن نشبه فعلا، هل لدينا نفس العزيمه والاصرار؟ هل لدينا نفس القوه؟ فقررت اني ابدا تجربة استغرقت تخطيط لها ما يقارب الشهرين. بدأت يوم الاثنين 15/11/41، استغرقت الرحلة 50 يوم. طبعا 50 يوم منها 9 أيام كنت لا أستطيع المشي نظرا لسبب تمزق في عضلة البطة اللي خلف الساق، صابني تمزق. لأنه أنا خلال هذه الرحلة مشيت 1,894,931 خطوة. جميل. طبعا الرحلة كانت جميلة جدا، حظيت بكرم وسخاء الشعب السعودي الذي قابلني في كل مكان على امتداد الطريق، في المرطبات والقهوة والتمر والأكل بأصنافه. المشي رياضة جميلة جدا وسهلة، وبإمكان أي إنسان القيام بها مهما كان سنه. جميل. طيب أستاذ جبران، يعني رحلة مدتها 50 يوم وتخطيط لمدة شهرين، وما شاء الله تبارك الله، يعني رحلة حدتها الصعوبات وواجهت الكثير من الصعوبات وما شاء الله حققت هدفك. نبغى رسالة أكيد للصغار قبل الكبار بالنسبة لمثل أو خوض مثل هذه المغامرات أو مثل هذا الشغف، رسالة توجهها من هذا المنبر أستاذ جبران. الرسالة الأولى اللي أوجهها أنه أنصح كل إنسان عنده خطة أو عنده هدف أو عنده قصة يبغى يسويها أن يبادر بتنفيذها فورا، ولا ينظر للمحبطين. في بداية رحلتي وعندما عرضت رحلتي على الأصدقاء وأحبطوني وقالوا أنت رجل كبير في السن، ما تقدر ترحل، ما تقدر تمشي، ما تقدر تسوي. فأنا أتمنى إن حكاية ما تقدر هذه نشيلها من قواميسنا نهائيا، وأن نبدأ في مبادراتنا بتنفيذها فورا. جميل، يعطيك العافية أستاذ جبران الفيفي اللي تكلم عن تفاصيل رحلته من فيفا إلى الرياض. ألف شكر لك.